اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في الحلقه الاولى من برنامجكم برنامج نور شو. اليوم راح نحكي عن المدينه اللي نحن عايشين فيها الان، المدينه اللي عم بث فيها هذا البرنامج. هي المدينه هي مدينه فيينا، حصلت للسنه الثامنه على التوالي على لقب افضل مدينه للعيش في العالم. لماذا استحقت مدينه فيينا المرتبه الاولى في منافسه خاضتها بين 230 مدينه حول العالم؟ ابقوا معي لنتعرف على بعض الجوانب التي جعلت هذه المدينة تحصل على هذا اللقب، وهو لقب أفضل مدينة للعيش في العالم. اليوم في عندي ضيف مميز، هاي الحلقة رح تكون مميزة إن شاء الله. خلوكم معنا ونشوفكم بعد الفاصل.